المزيد معنا عبر الهاتف سيادة اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بك يا سيادة اللواء. أهلا بك سيد محمد، وأهلا بزميلتك، وأهلا بالمشاهد المصري الجميل الكريم. أهلا بك. بداية تعليقك على ما استعرضه هذا الإرهابي التائب بالفيديو من مخططات لاستهداف الاقتصاد المصري. أنا شفت الفيديو من دقيقتين كده، ولكن يهمني في البداية بعد برقية للشهداء بقول لهم يا شهداء في مراقبكم اطمئنوا، أهل سينا معاكم صاحيين للنهار، محدش هيفرط في دمكم أبدا أبدا أبدا. الفيديو في سرعة شديدة بلمح فيه الآتي: نمرة واحد، بدل نؤكد على دور قبائل وأهل سينا. خط الدفاع الأول أهل اللي أنا عشت في وسطهم من 69 لحد النهاردة، عارف قيمتهم وعارف بيعملوا إيه. فيهم شباب خربان زي ما عندك أنت في وسط أهلك شباب خربان، زي ما عندي أنا في وسط أهلي شباب خربان، إنما السواد الأعظم هو خط الدفاع الأول عن هذا الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. النقطة الثانية، من كلامه هاخد الموضوع فيه مخابرات أجهزة استخبارات أخرى. أجهزة استخبارات عشان دايما بنقول ان تحويل سيناء الى امارة اسلامية او ولاية اسلامية هدف مش محلي، مش مسألة على قد العاملين جمعية عشان يحلوا مشكلة ومين يقبض سيناء الاول. لا، الموضوع بعيد وكبير وشغال عليه ناس كتير قوي عشان سيناء تتعزل وتتفصل بشكل او اخر. ثم المح في كلام هذا المختل ان عندي مشكلة تمويل ابتدت تبان قوي قوي قوي. تبان منين يا استاذ محمد؟ اخطفوا اجانب واطلبوا فديه عليهم، مش هنقتل اجانب، لا فديه. يبقى الفديه معنى كده ان انا مزنوق ماليا قوي، ومعنى كده ان الحصار البحري والحصار البري اللي بتقوم به اذرع مصر قواتها المسلحه وقوات الشرطه بيأدي دوره بمنتهى الكفاءه وقادر يحصر المساله حصر جيد جدا جدا. تاخد بالك من الكلام اللي هم بينفذوه، قال لك هنضرب السواقين نضرب عربياتهم. فكرة الترويع، الترويع عايز اوصلك يا استاذ محمد ان دول مش دول اداه غبيه جهله بتنفذ مخطط هم ماشيين. روح في الحته دي اعمل العمل ده، ما عندوش دماغ خالص، ما فيش فكر خالص. هم الفكره دي دلوقتي انه عايز يروع السواقين، يروع اهل العمال في المصانع عشان يخوفهم يهربوا. طب يهربوا ليه؟ اقول لك عشان اي امن قومي يا استاذ محمد مبني على حاجتين رئيسيتين. ربنا قاله في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أطعمهم من جوع يعني اقتصاد، أمنهم من خوف يعني دفاع، واللي انتوا شغالين فيه القوات المسلحة والشرطة المدنية. طيب يبقى أنا أبوظ الاقتصاد المصري خالص في الحتة دي، وأهده وأضمن إن مفيش مستثمر، إن الدنيا كلها تخاف، الدنيا ما تقربش، ولكن المصريين ابتدوا يبقوا قارئين وعارفين للكلام ده وشايفين الكلام اللي بيتم. من مكانك ببعت برقيه لاهل سينا واقول لكم على نفس الضرب سائرون، مفيش حد هيروع المصريين ابدا. واعرفوا يا مصريين بمناسبه، نسيت اقول في البدايه كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه بكره وقفه عرفه والعيد بعد بكره ان شاء الله، بقول لكل المصريين طالما ارضكم لسه متماسكه متلاحمه ما تقسمش فيها متر واحد، انتوا ماشيين على الخط صح. سيادة اللواء، مش شغال بالصوره دي، انتوا صح يا مصريين. نعم. تحدثت عن عجزهم المالي، لذلك يحاولون سرقه سيارات وما الى ذلك. في اطار الحرب الشامله على الارهاب تتضمن ايضا طرقا عده الى جانب الحل العسكري، برايك اهم هذه الطرق الناجعه الان؟ اللي انت عم نتكلم فيه. نعم. الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد. رب العزه قال: الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللي بنعمله صحيح احنا ماشيين من الغرب بنمد زراعه الاقتصاد والتعمير في اتجاه الشرق. انا طموح يا استاذ محمد اعمل جزئيه ثانيه، ابتدي من اتجاه الشرق، من اتجاه حدودي من رفح الى العوجه الى الاسيمه الى عين قديس الى طابع. الخط ده ابتدي التعمير من اتجاه الشرق واجي في اتجاه الغرب، ازرع الانسان المصري واحط جوه سينا السبع ثمانيه مليون اللي تستحقهم عشان اطلع من سينا افضل ما فيها. سينا فيها تحط زراعه تشتغل، تحط تعدين تشتغل، تحط صناعه تشتغل، 670 كيلو شواطئ ثروه سمكيه تشتغل، تحط سياحه ثقافيه دينيه علاجيه ترفيهيه تشتغل عندك كل المقاومات. انت فاهم ان ربنا اما يتجلى في هذا البلد، المساله كانت اجتهاد يا استاذ محمد من 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 الاف السنين، ان ينزل ربنا في هذه يتجلى في هذه الارض كان اجتهاد، ان يمر عليها الانبياء كان اجتهاد. أنا وأنت وكل اللي بيسمعوك وبيسمعوني في منطقتنا العربية عايشين بالعقيدة.